بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأصدقائي مشاهدين قناة المزرعة. معنا العرض الثاني النهاردة مع المعلم حمادة، اللي هي الخرفان الوسط يا جماعة، الخرفان الصغيرة، الخرفان اللي هي إيه يعني، اللي مش عايز برضو حياة من الحياة اللي هي 5 و6 والكلام ده، لا عايز حياة أقل من كده. هنصور لكم كل حاجة النهاردة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم حج حماده، كل سنه وانت طيب يا باشا. عايزين نتفرج على الحياه الصغيره بقى زي ما قلت لنا كده. تمام يا باشا، صل على النبي يا حج. عايزين نبدا باصغر خروف عندك يا حج حماده. اصغر خروف عندك اثنين، هم انت مربوطين شايفه؟ اه لا انا كنت شايف حاجه اصغر من دي يا حماده. لا ده اه لا 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 اه في واحد اصغر من كده آه. ايوه مش للبيع. اه مش للبيع، هو مش عارف والله. انا كنت شايف واحد صغير برضه. ماشي خلينا في دول يا معلم. واحد منهم المربوط. اه المربوط ده. ودي واحد الابيض ده. تمام. هذا يا جماعه الخروف الصغير ده. ده عدى 6 شهور حق حماده صح؟ آه. تمام، يعني يطلع له كم شهر ده يا معلم؟ ده يخش له في بتاع يعني بتاع 7.5 7-8 شهور زي. اه 7-8. تمام يا معلم. ايه سعره ده يا معلم؟ دي هو والهناك دي آه. فلوسهم 36.5 36.5 3650. هذا الأبيض ده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هذا الأبيض ده يا جماعة الصغير دي، والأسود اللي صورناه الأول ب 3650. تمام، ونصور ايه اهو. ادي اخوه الثاني 3000 يا جماعه 650. طب لو واحد عايز واحد يا معلم تقسمهم له. تمام ماشي، انت والزبون بقى تتصافوا ساعتها يا باشا. ايه ثاني صغير عندنا؟ شايف ده صغير انا شويه يا معلم. اه يا جماعه الخروف دي اهو اهو يا جماعه. في حاجه معاه ولا لوحده يا معلم؟ هذا يا جماعه الخروف ده. طب ما تقول لنا على سعر ده يا معلم كده. هي مع واحد ثاني الاسود ده. هذا يا جماعه الخروف. بص ابو قرون ده. ايوه شفنا الاولاني ده ودي الثاني يا جماعه. اتفرج عليه بس صور. تمام، هذا ابو قرون ده. هاي يا جماعه هذا المقصوص ده. تمام يا جماعه، هذا المقصوص ده اللي فيه علامه بيضاء في قرونه. بسم الله ما. كم دول يا معلم؟ دول مع بعضين ب 38. دول مع بعضين ب 3800 جنيه يا جماعه. وبرضه لو واحد عايز واحد لوحده يقسم لك المعلم حماده. تمام، ايه في ثاني صغير؟ استنى في اثنين اشد شوي. ماشي تمام، احنا عايزين الوسط وعايزين الصغير. ما هو احنا يعني اللي كده وكده يمشي. تمام. واحد صور ده. هذا الابيض ده يا جماعه واحد، طبعا سنه لباني ده يا جماعه، الخروف ده لسه صغير. ده 6 شهور 7 شهور. اه 6 شهور 7 شهور. اهم حاجه ان هو بيبقى عض سن الاضحيه. ايوه يعني. 6 شهور. تمام، ده لوحده ولا في حاجه ثانيه معاه؟ هي مع واحد ثاني. ماشي. معلش يا جماعة عشان احنا بنصور بالليل برضه، فهو يعني ايه الخروف بيتوه معاك يعني. تعالى كده. دي واخوه دي. ادي اخوه الثاني ده، يبقى ادي واحد، ادي الخروف الاولاني، وادي الثاني ده. ادي الثاني. بسم الله ما شاء الله، تمام سيبه معنا. كام الاثنين دول يا معلم؟ دول مع بعضيهم ب 42.5. دول مع بعضهم ب 4250 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لا لا تمام والله، اسعار حلوه يا معلم والله. يعني الواحد مثلا يعني انت بتقول كام؟ 4250. يعني واحد مثلا 2 250، واحد 2 بالصلاة على النبي والله. صح اهي يا جماعه، اللي برضه بيقول ايه الاسعار غاليه، لا احنا عندنا الرخيص. بس ما يجيبلكش انا خروف زي كده يا جماعه، برضه ايه خروف يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما بيقول المعلم حماده عجله صغير. والله لما
يعني الخروف ده ليه اكتر من سنه ونص بياكل علف بس، او علف وشويه برسيم الصبح مثلا، وهي يقول لك مثلا يقول لك 2000 3، وتاي تقول للرايل ده غالي، لا مش غالي الرايل ده، الرايل ده مدي كل حاجه قيمتها. مرحلتين، مرحله ان احنا نقاس فيه بالكيلو، تمام، يعني دول اللي بنحكي فيهم الصغيرين دول. صح، انت فكرتني بنقطه معلم حماد، لو ماخذك بقطع كلامك، اللي هي لو عايز بالكيلو موجوده عندك برضه ان شاء الله. تمام، بكام الكيلو عندك يا معلم؟ الوقيت لسه برضه ما اكدناش، السوق يوم لسه يوم 1/7 التاكيد هيبقى عشان خاطر الجمعيات وكده تطلع اسعار. تمام، يعني يوم 1/7 هنعرف السعر النهائي. دلوقتي انا لو عايز ابيع هبيع بصراحه ب 70، اقل من 70 مش ابيع. يعني دلوقتي ب 70. بس لما نشوف بقى. خلي بالك بحري في مزارع يعني كبيره بسم الله ما شاء الله شغاله ب 74. شغاله ب 74 يعني برضه يعني احنا هنا برضه الدنيا رخيصه، اللي بيقول لك يعني مثلا الله. لو في واحد بيقول لك الخروف غالي ولا حاجه، اقول له لا انت تعال وزن بالكيلو. ايوه انا هديك ب 70، انت أيوة. بحري ب 74. يبقى تمام برضه. تمام معلم، بالصلاة على النبي. برضه حاليا يعني بنقول لك ايه، مش عايزين ناكد الاسعار لان الجمعيه برضه بتاكد. تمام السعر. تمام يا حاج، بين البلدي ما بين الانواع يعني برضه بتبقى. ايوه لا تمام تمام، الانواع وكده والسن والكلام. ايوه السن برضه بيفرق زي ما انت قلت لي انا قبل كده، يعني السادس ده ليه سعر. السادس ده مرحله ثانيه، والكاسر جوز واربعه واللباني دول بسعر. دول بسعر. تمام يا معلم ما شاء الله. ايه في تاني حاجات وسط كده معلم حماده برضو؟ ايه في ان شاء الله يعني في زباين كده مستحبه فيك والله انت والحاج مصطفى يعني. ربك يستر. اللهم امين يا رب. الله. الجمل ده الجوده للبيع معلم؟ والله هو ده مش محلل لسه على الضحيه ده. مش محلل. تمام، يعني ده عمره دوبك سنه. لا انا احنا بنتكلم على الجماعه الجزارين، الجماعه بتوع كابومبو اللي بيذبحوا. احنا طيب كده مش طب نصوروه برضو يا معلم للي عايز مثلا ايه، عايز قعود صغير ولا حاجه. لا لا زي ما احنا كده من هنا اهو، هذا معانا جماعه قعود هنا اهو، معلش عشان الدنيا ليل برضه الصوره ايه مش واضحه قوي. طلعوا لنا معلم. لا انا مشغوله هنا. ماشي، هاتوا في النور كده. هذه القعوده معلم، الله ينور يا معلم. سبحان الله سبحان الله عليكم، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله معلم. اطلع له سنه ويده معلم حماده صح؟ هذه يا جماعه هذه القعوده. اطلع كده قدام سنه معلم. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. تمام كده الله ينور يا معلم. تمام معلم خلاص اربط على كده. هذا يا جماعه القعود، لو حد عايز قعود ولا عايز اي حاجه حاجه بالصلاه على النبي عند المعلم حماده كليب. وهذا الخرفان يا جماعه، الخرفان الكبيره الخرفان الصغيره، هذه القعود ثاني اهو. اي حاجه عايزها برضه ان شاء الله نجيبها لك، لو عايز برضه اي حاجه باذن الله تواصل مع المعلم حمادة اللي انت عايزه يجيبه لك. حق حمادة لو حد مثلا عايز له جمل كبير كاسر تجيبه له، اي حاجه يجيبها لك المعلم حمادة. الصلاة على النبي عليك يا حق حمادة. نسيب رقم التليفون برضه حق حمادة تاني في الفيديو ديه، نخلوه في نص الفيديو وناخذ لنا كام خروف ونختم الفيديو بتاعنا. كام يا معلم قول كده الرقم؟ 011 21 71 99 68 المعلم حمادة كليب يا جماعه ده رقم. وفي حاجه ثانيه وسط عايز تقدمها للمشاهد بالنسبه للاسعار اللي في الوسط. تمام. اسود احمر الاحمر. صور الاحمر ماشي. هذه يا جماعه الخروفه، هذه حاجه وسط.